بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء موعد مع مشاهير النجوم، والنهاردة معانا الدنجوان كمال الشناوي. هنتعرف على السيرة الذاتية مختصرة في دقائق معدودة. بلاش قهوة، عمر زمانه جاي. وحشاني يا وفيق. الفنان كمال الشناوي من مواليد يوم 26/12 عام 1921، وهو من أصل سوداني، ونشأ في مدينة المنصورة في محافظة الدهلية، وحاصل على كلية تربية فنية من جامعة حلوان، والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، ثم عمل مدرسا للرسم. اسمع انكش غريبة. اصل ماما الله يرحمها كان دايما الاولاد بيموتوا، فراحت مسمياه حنكش، اسم غريب كده عشان يعيش وهو عايش اهو. هيكون معانا في شهر العسل؟ هذا ضروري، انا ما اقدرش اسيبه ولا لحظة واحدة. تحب. وعاش في بداية حياته في حي السيدة زينب بالقاهرة. والفنان كمال الشناوي من أجمل فناني الزمن الجميل. فاكرة؟ ازاي مش فاكرة؟ ده تاريخ أول يوم اتقابلنا سوا. يا سلام، 7 يوليو والنهاردة 30 أغسطس، قد إيه الأيام الحلوة بتمر. وهو تزوج 5 مرات، المرة الأولى من عفاف شاكر الشقيقة الكبرى للفنانة الرشادية، ثم تزوج للمرة الثانية من الراقصة هاجر حمدان، وأنجب منها ابنها محمد كمال الشناوي. والزواج الثالث كان من زيزي الدجوي، وهي تبقى خالة الفنانة ماجدة الخطيب، وأنجب منها ابنها علاء الشناوي. أما الزواج الرابع كان من النجمة الشهيرة الفنانة ناهد شريف، الذي استمر زواجهم لمدة 4 سنوات فقط، من عام 1968 لحد عام 1972. أما الزواج الخامس والأخير كان من سيدة سورية اسمها سمر. قدم الفنان الكبير كمال الشناوي أكثر من 200 عملا فنيا في السينما والدراما طول حياته الفنية التي طالت 62 عاما في الفن. من أشهر أعماله مسلسل هند والدكتور نعمان عام 1984. إيش في عينيكي؟ بتحرقني. تحرق ده إيه؟ ما كفاية دلع. الدخان مضايقني. أهو يلا اقرا. وفيلم القرنق عام 1968 مع الفنانة سعاد حسني. سيبوها سيبوها، كل الرجال اللي بيشتغلوا عندي ما بيرحموش. وكانت أول أعماله الفنية عام 1948 في فيلم غني حرب، وفيلم حمامة السلام، وفيلم عدالة السماء. ومن أشهر أفلامه أيضا فيلم طقطق وريكة وكاظم بيه عام 1959. دودي. ايه يا حبيبي؟ دودي يا حبيبي. انت عارف ان انا اتوهشت عليك لما اتأخرت كده؟ والله طبعا. وانا كمان اتوهشت عليك لما اتأخرت. وفيلم نساء الليل عام 1973، وفيلم 131 أشغال عام 1993. طاسة بتاعت مشمش مفيش تمناية تنمل الشد وتسقع القورة وتليس النافوخ. يا راجل ارحمني، ده أنا اتهريت حنة والبان دكر ومستكة من يوم ما مسكوك. بس كده ولا تلغوا بقى يا جيار. كل رايق. وفيلم المرأة المجهولة عام 1959، وفيلم انتحار صاحب الشقة عام 1986، وفيلم
زازا عام 2006، وده كان آخر أعمال الفنان كمال الشناوي. رحل عن عالمنا الفنان الكبير كمال الشناوي يوم 25/8/2011، تاركا خلفه مكتبة كبيرة ومسجلا اسمه من أشهر نجوم الزمن الجميل في السينما المصرية والعربية.